تصور. عزيز هو انت. انا بنعرفه اكثرين من نعرفه بالاسم ونعرفه بالوجه الكلي ما قل قليل خلق. عزيز هو انت. لقد تم تدبير كل ذلك بكل حكمه. الهدف بسيط، ما عادش حتى واحد فيكم كشباب سيد عليك من المهم الجزائر هاد اللعبه شباب فقط، ما عادش حيكون تعملوا حتى شيء. شو تصرف؟ الأحزاب موجودة وانتخابات جاية ودعوة تدخل تصير 6-7%، 20% تقاسم كل شيء. أما قلب الدولة التونسية الاستبدادية اللي بدا من 1705 الناس ما تعرفش. إلا نحن شعب تحكمه مجموعة موظفين. نحن الشعب الوحيد اللي عايش. الموظفين بتاعنا أي موظف، وأنا كنت موظف، أي موظف أكبر من المواطن. ونتحدى قانون الوظيفة العمومية يثبت لي غير ذلك. بإمكان أي موظف يرفع قضية وأنت جيت بحدها تسدي في الخدمة، يحط رمتي، يعمل شكاوى، يعمل منطق كل شيء، فهمت يا خويا تم الاعتداء عليا، هذا مجالي بي. هذا قاعد تنوع توا فهمت الماضي نتاع بالاحسن من خلال فهمت اثار اخرى. توا كنا نقول زاتر، وش اللي بيعمل زاتر لنا؟ اول حاجه عزيز ما كانش زاتر امس، وانا نعرف انت ما كانش زاتر. عنده وجيه جمعه كنت امي حاصل فيه. وكان مضطر. وقال لي وصلني اليوم شفته، ما نجمش نحكي لكم على كل ديتاي يعني مهمه. عملت شويه كنت لي موزايك كنت فما جماعه قال لي كيفاش تقول كلمه ما عندكش ما عنديش بلاد انا في الصومال نجم نروح كلاشينكوف وندافع على روحي في تونس هنا ما عنديش غير ما عنديش عزيزتي شفته اليوم كنت بعد ساعه ونص اصر والح أنه لم يمضي على شيء من ما تم اتهامه به كيديا. ولا هو اللي زميله، لا هو اللي صاحبه. ويحاول يروجوا أنه عنده صاحب وأقر له السبب. اثنين، لقد كان فخورا بنفسه، قال لكل امرأة أنا مراني شيخ. ماهيش مشكلة. طلع حديث جاني جاي. سواء بي ولا بلا، سواء أنا، سواء الأخت، سواء محمد، سواء صلاح علي، كيف إضافة أنه تأكد أنه تم الاعتداء عليه بالعنف وواضح، وأعلمنا كنت وكيل جمهورية ببرقية بسيرتي كنت أبو، وأعلمنا كنت رئيس منطقة الأمن بخرطاج أنه لابد من معاينة هذه طبيا. إضافة إلى ذلك فهو يوصي كل أصحابه، قال لي تعرفوا ما تعرفوش، نحن لن نحيد على أهداف ثورتي. عزيز وقف البارح مساعدين تعليم في حلق الواد هو وصاحبه سي دي فالوي سي مش عزيز اللي كان في الفولون سي دي سون امي توقف في دوريه عاديه نتاع مرور تاع باش يثبتوا من وراك ابارمون البوليسيه كي عرفوا عزيز الكومبورتمون تبدل عزيز عمامي سي ان بارسوناج بوبليك الناس الكل تعرفو عنده مواقفو سي حقوقي مدون والناس الكل تطبع فيه دونك لو كومبورتمون والسلوك نتاع البوليسي يتبدل عندك شي زطلاش تعمل هوني سكران ماك سكران هبط من الكهرباء وراقك وراق زهرك يلون انغريسي هبطوا على كيبو إلا إيتي أوبليجي باش يحط إيدي فوق راسو، فركسو، اللي هذا نعتبرو أنا والمحامين يسألوني في هذا، أعتدي على الحرمة الجسدية، ما عندهمش الحق يفركسو، دونك ولقاو أن بو دو شي ملوح في المادة، سور لو تخطوا، نتاع شكون؟ عزيز يقول مش نتاعي، صاحبو زاد كيف كيف يقول مش نتاعي،
Donc voilà, emmené de force le poste de police. Un autre épisode d'agression, un chef Berhamchid, chef Aziz, il a été agressé. Où les traces, Manem Oujoudin, au jour. Tout le monde qui a vu Aziz, qui était là hier soir, donc, a vu les traces de l'agression. Et voilà, Aziz, il nous l'a fait. Où l'a dit, c'est avec lui. Où il a dit, où il a dit, où il a dit, où il a dit, où il refuse. باش يخضع للتحليل خاطر يعتبر انه البوليسيه اللي ينجموا يكونوا يحاولوا يلفقوا له تهمه ما يثقش فيهم. دونك يل غوفوز انه يخضع للتحليل اون فيغا لا سويت ابخي. الكلام هذا قالوا لي عضو من الهيئه العليا لحقوق الانسان اللي مش شافوا. دونك فوالا اون فا اتوندر لا سويت عندنا ثلاث ايام احتفال ونسبر كيل سوغا ديفيغي يتحال على وكيل الجمهوريه النهار الثالث دونك جودي. On verra la suite, donc on ne peut pas se prononcer. Bon, je pense que Hasmeyer qui est Aziz, qui est chef, ou Arfou, donc ça peut être une réaction à la campagne de NZ Harak Marx. Donc voilà, c'est grave ce qui se passe. Il y a la loi 52, il y a Tadé Obarcha, Monadim, Obarcha Fanani, Obarcha Mobrahim, Ajra. Il est temps que tout le monde, n'est-ce pas aujourd'hui l'année, ou n'est-ce pas le Jetch, ou Kayet, ou Chtak, à mon avis. Avec le canon de Mazama, le Kawani de Kolma, Hatta le Kat de Roh, il n'a jamais été matabi de Roh d'Afrique. L'Amf de Matad de Mané, on est à Skat de Blagouer, on a commis de Tête de Khamsa Snin, on a couché Kada, on a couché Abe. Par contre, il y a un canon qui جيب فنان وجيب ممثل وهذا يقلق وهذا مدون وهذا صحافي لفقوا له قضيه تاع زبده ويتحكم معاه لو مينيموم يونا ناخ معناها إلي طون كون رياجيس توس انسومبل بور كو سيت لوا سوا موديفي بون عزيز إي غارد لو مورال أنا جو لي فيو هيير أون دوا توس غاردي لو مورال أون دوا آخر حاجة قال عزيز كونتيني لو كومبا جو سي با وي سا تاع بيدي هنا ولا لا أون دوا توس كونتيني لو كومبا عزيز أفي بوكو دو كومبا qu'on doit tous continuer. Donc voilà, tous ensemble, pour que Aziz soit libre dans les jours qui viennent. L'instrumentalisation des lois. Comment instrumentaliser une loi? Il fait que le Mahmoud, il y a une finalité, il s'est un peu fait. J'appelle le Mogri, ممثل كبير برشا واصدقائه معاه زاد ممثلين فنانين شدوهم رجب شدوه هز قرار 11 يوم مش ممنوع القانون عداوة تحليل نصر الدين الزهيري ضرب وزير الثقافة السابق بعد ما عداوة تحليل وهكذا والحبل العشرة معناها كل كفون وعمل غناء عداوة تحليل يهز كتاب معناها عديد تحليل ثم قانون ماهوش تاع سياسة تاع مخدرات وهو يهدف إلى وقاية المجتمع من المخدرات ومقاومة الإدمان وهذا الحديث هذاك الكل اللي هو مش صحيح فهمتني أما يستعمل ضد ناس معينين بعينه ثم عباد آخرين ثم عباد آخرين ثم شكون شدوا عنده الهيروين في ولا كوكايين في المطار بمجرد أن المحامي تاعه مرت وزير عدل اتسيب ثم ناس دفع فلوس باش تبدل التحليل. وهذه حقائق انا محامي نعرفها. دونك سان لوا القانون الرديء هذايا بتاع المخدرات قاعد يستعمل لتصفيه الناس. اذا كان اليوم نحن ما نقروش المسألة هذايا ونقروه بالشارع ونقروه بالفيسبوك ونقروه بالعرايب ونقروه بالاعتصامات ونقروه بالفن ونقروه بكل اشكال الصمود بكل اشكال المقاومه. الاشكال المباحه، الاشكال المدنيه اللي عملها شباب تونس من 14 جانفي من 17 ديسمبر 14 جانفي في الكليات وفي الشوارع والمظاهرات السلميه والمواجهات مع البوليس في سيدي بوزيد وفي قصرين وفي الجنوب وفي الاحياء الشعبيه نتاع العاصمه وفي شارع المرقيبه وفي مطعم نتاع محمد علي، هذيك هي اللي طاحت علي، لا طاحت امريكا ولا طاحت رشيد عمار. وهذيك تذكروا صبري على خاطر نعرف يا عزيز عنده صحاب برشا ومعروف برشا اما
حبكم تذكروا صبر يزيد لكم مام. اليوم الصباح يكلموا فيها عباد قالوا لي خسيع اللي صار مع صبري وش نحكي كل شيء. مشيت نعمل في قاوم مع كل صاحبي جون سينياست قاعد يكتب في كل ميتراج اسمه اس سي بي مازال يكتب فيه. قعدت معاه في القهوه وقال لي بوجه وليد شنو وقف ما عادش نكمل نكتب. دونك هاي دولة الاخوان شنو قاعده تزرع في الشباب التونسي كان يكتب في كل ميتراج نتاعو بلان ديموسيون وموتيفاسيون وانرجي تك وقف على كل شيء. Je vous assure, il y a un accueil à Kabul, ça veut dire que l'homme, c'est que Kabul n'a pas de nom. Il y a un accueil à Kabul. Ça ne consomme pas. Ou. N'arrache qu'un chef, même si je ne suis pas allé à Chalion, mais qu'un chef, les manières de ça, on est en terre. Mais n'est-ce pas, il a dépassé quelques lignes rouges de ça, on est en terre. والخزي والعار والبوليسية والأحلاش اللي تسلسل من بلادنا أنت والقلب السعر هذا هو وزونا نعرف اللي كنا متضمنين مع عزيز ما رأي الحكاية تتجاوز تتجاوز عزيز عمال تتجاوز السيد صبر اللي هو موقوف مع صاحبه عزيز رأي الحكاية مربوطة بحق الشهداء الحكاية مربوطة بحق الجرحى الحكاية مربوطة بالعباد اللي ضحات بدمها واليوم القتلت سيبه وكاك عندي ولاد عم يقول لك نمشي لبراك يعني ايش باش يعملوا لي قداش يحكموني على شر تهومه على العباد معناها قتلت ناس وخرجت معناها بريئه وما صار حدا شيء وكله باهي. جوز تفهموا حاجه راهي مشكله لازمنا نحن نفيقوا لازمنا نعرفوا اللي مشكلتهم معنا نحن كشباب وكزوابلة بالاساس كشباب وكزوابلة بالاساس انت زوال انت مزمر انت مزمر كلنا زوابل الكل في الصاله هذه كلنا كيف كيف مشكلتهم بالاساس معنا نحن لازمنا نفهموا لازمنا نعرفوا ما نستناهمش باش يجيو يشيرونا بالواحد بالواحد البارح انا اليوم عزيز خذوا يحتمل انت كما يحتمل انت كما يحتمل انت ما لازمناش نستناك شيلونا الناس الكل شيلونا الناس الكل ولازمنا كما قال الاستاذ كما قال الاستاذ اللي لازمنا معناها حلول عمليه معناها شو يحب يقول؟ قال لك نكونوا لجنه اعلاميه نعملوا ايفينمون باراليل ليفينمون يا سيدي شيلونا الشباب التونسي والمواطنين التوانسه اللي لقات مشكله مع النظام ومع الحكومات السابقه سواء النهضويه ولا حكومه باجي ولا غيره ولا حكومه عصام جمعه مش المهدي جمعه الكلها تهبط اللافونور والكلها تمشي قدام وزاره الداخليه وشيلونا شيلونا الناس الكل شيلونا الناس الكل وتو تو نهضوا يا سي من الحكير وتحيا تونس جو مكسكوز بكري خاطر القاعه هذه من 2011 حتى تو جمعت اهم اللقاءات خايفه اليوم كل الحضور اللي جاء انه يخرج ويكتب الصوت فلذا اقترح انه اليوم عزيز هي النقطه التي افاضت الكاس فما برشا اللي قاعدين يتحاكموا وانتم ما تعرفوا ولاد الاحياء اللي قاعدين يتشدوا يعني الناس اللي مش قاعدين يتكلموا عليهم عزيز اليوم كما قال زويبلة شيلونا شيلونا اليوم اللي مسات عنده ذرة مسار ثوري توا نخرجوا توا الخروج توا نخرجوا توا نخرجوا توا نخرجوا ما انا بالنسبه لي انا اعتقد انه الـ 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 عمليه الاحتفاظ بعزيز العمامي هي نتيجه موضوعيه للتصريح الذي ذكره على احدى القنوات التلفزيونيه تحديدا برنامج لباس في قناه التونسيه. استهلاك المخدرات منتشر في هذه البلاد من شمالها لجنوبها ولدى اغلب الفئات بطبيعه الحال اعتقد ان وزاره الداخليه كما كانت تلفق القضايا للمعارضين انذاك وللناشطين الحقوقيين والسياسيين اعتقد انه لم يعسر عليها الامر ان تتدبر وان تتولى احضار هذا السيناريو سيناريو المخدرات التي منسوبه استهلاكها او ترويجها لعزيز العمامي ما زلنا ننتظر ان تتم الابحاث ما زلنا ننتظر ان تتم التعليمات